السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدين، نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وكي درتوا مع الحراره. نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. واليوم احنا متواجدين مع اختي فاطمة الزهراء. ليا توحشتني بزاف. قالت لك ليا توحشتني بزاف، زعما هي راه ما توحشتني وانت انا توحشتها بزاف. وعزيزه وغاليه تتبقى عزيزه، والفرق بيني وبينها ما غاديش نتفرقوا لحقاش الصحبه بيني وبينها 20 عام، الصحبه ديال زمان ما عمرنا غنتفرقوا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نبقاو خوت يا سيدي ربي. خوا كيما شحال هادي كيما دابا، لحقاش الفرق ديالها ما غاديش نقدر ليه. لحقاش منين كنا 20 عام، شحال دابا راه بناتها شوف شحال باش دايرين. وانا حضرت لفاطمة الزهراء في عرسها الكبيره، بناتها عندها 11 عام. الكبيره في بنتها هي عندها 11 عام، تبارك الله. والله يسخر لهم ان شاء الله يا ربي، وتنتمنى ان شاء الله تزيدوا توقفوا مع اختي فاطمة الزهراء وتزيدوا تشجعوها ان شاء الله يا ربي. وراه تبقاو تشوفوني معاها ان شاء الله يا ربي. فين حنايا في المرجان انا. سلام مشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكل اختي حنان معنا، نتمنى ندوزو بيت زوين معاها. حنان واحلى مع الشال، عرفتي حيت هاد الشال هذا رطب تي زلق ديال الحياه، عطاتو لي كادو حريه. وتنقولها دابا شنو باش يعصبني هي بالزلوقيه، وتنقول لي لا الا خليت ما نسيتش. دابا هي قالت لك بصح كيوحلا كيبقى يتنصلا بزاف، وإلا ما لبساتوش خاص يبقى فيها الحال، يقول حياة باللي ما رضاتش بالكادو ديالها. اللهم شوف الكادو. إوا حنا غاديين مع أخت فاطمة الزهراء مريامة، حنا غادية معاها دار بين تقداو شي لعبة مرجان، وهذا ندخلوا ونتلاقاو إن شاء الله. غادي مازال تتابعوا مع أخت مريامة تشوفوها. يلاه إن شاء الله. كما قلت لكم حنان غادي نشوفو واش كاينين شي بروموات. واش راكي كتعرفوني انا مع لي برومو، يعني فاش كنجيك عزيز عليا نلقى الحميزات وغنبارطاجي معكم كلشي. الا لقيت شي همزه زعما شي همزه زوينه غنبارطاجيها معكم وانتم معايا. نسلتو من تما صح؟ لا ما تسلتيش، بغينا نسلتو ما نضربوش الدوره من هيه ساعة حياة. اه سلتي سلت حتى حياة، غير تسلتي انت زعما تصلحي تسلتي زعما في الحق. هادشي المرجان زوين والله الا زوين. شنو اللي كيعجبك بصح في المرجان بزاف؟ انا عارفه شنو كيعجبها. شنو اللي كيعجبك؟ غير السقاطه. هي غير السقاطه، راه عرفتي شنو انا متكيه زعما. كنا خرجنا الصباح بلا شنو قلت لها؟ قلت لها حياه فاطمة الزهراء نوضي. قالت لي علاش؟ قلت لها نوضي المرجان نتقداو. قالت لي علاش غاتقداو كلشي كاين؟ قلت لها ما كاينش السقاطه وما كاينش. قالت لي هو كاين حقيقه. ولفت عندها في الناس. لا جيبي الشاريو. ولفت قلت لكم هي كاينه السقاطه نتاع البنات البوتي تاع المدرسه، ولكن هي كتبغي الدوزي نيت، يعني خصك ما عرفتوهاش على المعرفه ديالك. ها مريم هي اختي الكبيره، راه ديجا بانت معايا في واحد لافيديو ما كتبانش بزاف. عطي التحيه للمشاهدين. السلام عليكم المشاهدين. ضرب شلحه والله الا ضرب شلحه. فين انا بشويه؟ لاباس خيرون؟ مني بخير؟ ميت انا بشويه الصداع؟ لاباس الحمد لله. ايوا الحرفه ديال جود من نور. كما كتشوفوا هي راه كتعرف تهضر بالشلحه، ماشي بحال حياه وماشي بحالي انا، وكتحشم قدام الكاميرا، ولكن يعني برا الكاميرا واش نقول لكم. كي كتجيك مريم مور الكاميرا تحققها مريم، ولا تصحبت معكم انتوما والمعرفه ديالكم حتى
حتى مريم الله يعمرها دار، واخا راه عندهم واحد اختهم كبيره ولكن انا اختهم الكبيره ماشي بحال هذه. لا لا ما كدويش بزاف هي هذيك، ما تدويش بزاف ما تصدرش بزاف. ومريم ولفت مع واحد يا حبيب، ولفت مع الهضور معايا الناس اللي ما كيعرف الناس اللي ما كيعرفوش الشلحه احبير هو التقشاب شتي ايوا. المهم هانتوما معنا نشوفوا شنو غادي نتقداو. قلت لكم الهميزات نشوفوا الهميزات اللي كاينين الحاصل. حنا غادي نشوفوا اش غاتشري لنا اختي فاطمه الزهراء. مرحبا يلا. واش غاتشري لنا الحوايج ما عرف، واش غاتشري لنا الطباس ما عرف، واش غاتشري شي حاجه ما عرف. الحاصل حنا غاديين معاها. المهم داكشي اللي شريناه نتوما معنا. اشو وصلنا للحب والغرام، ما تقدينا شحال من حاجة، ولكن بغيت نبارطاجي معكم فين غدا حنان. كتقولي غير لاجي ندوزو من هنا غير لاجي ندوزو من هنا. فين ندوزو حنان؟ علاش فين حنان؟ الحب والغرام ديال حنان. شتو على مور ديال شنو بالشوكولاط ولا بالفاني ولا بالفريز ولا ها شكون زوينة هذيك برقائق اللوز ها؟ شكون اللي عجبتك حنان؟ هضري ما تعطيش الدار للمشاهدين. ما عطيتش حاشا نعطي الدار للمشاهدين حاشا. المهم حنايا دابا بلاتي غادي نقول لكم شنو الحصول، غنخلوها مفاجأة. لا ماشي مفاجاه، غادي نشوفوا حنايا غادي نختاروا شي وحده من هادو. حنان ما كتاكلش الشوكولات، غادي نشوفوا شي وحده ديال اللوز ولا هذا ناخذوها. المهم نشوفوا شنو غادي ناخذوا هنايا. وحتى لي بيتي بان عندهم هنا لي بيتي بان وشوكولا الصراحه زوينين حتى هما. غادي نخليو هادو ديما حياه، هادو هما اللي كتاخد هما اللي غناخدو. وري ما حياه هادو صراحه زوينين، وحتى واخا يبردو كديرهم في الكونجيلاتور. يعني فاش كتجبديهم قولي له ما حياه فاش كتجبديهم كي كيجيو واخا يتعطلو بصح واخا يتعطلو في الكونجيلاتور ديرهم في الكونجيلاتور، ولكن فاش تبغيها تجبديها قبل ديرها في الميكرووند ولا غير خليها هكاك بوحده كتجي غزاله. المهم هادو كيعجبوني انا كناخذو منهم فاش كنجيو هذا راه هايزي ما تلفاتش. المهم مرجان فيه ما يدار، فيه صراحه فيه ميزات وخصوصا ديال الماعن، ما فيهش زعما شي حاجه اخرى ديال الماعن هما اللي زوينين. هادشي اللي كاين. المهم حنان ما كتشدش دابا في المرجان ما كتشدش. المهم كذا راها عايمه في المرجان ديالها. قالت لك خاصني نشل الحوايج يا وقت لها صراحة. بيني وبينكم راه واخا انا السلعة ديال الدار السلعة ديال الدار ما كانش مازال عندنا اختي ما تقادتش. لا السلعة ديال الدار راه واخا كنشري ما كنشريش كلشي من مرجان، كنمشي للهري كنشري كلشي غير بعض المرات فاش كنجي زعما فاش كنجي للمرجان بعض المرات كنكون نسيت شي حاجه شي، حيت الهري واخا هكاك راه ما كيبان لكش كلشي وصافي. هادشي اللي كاين حتى هذا هو المذاق ديالو، هذاك القلب ديال النخل وفاش كديريه في لي صالاد عرفتي كيجي فن. خصني نشرح كلشي. المهم باش لا فيديو ما يجيش طويل بزاف باش لا فيديو ما يجيش طويل بزاف غادي نقطع هنايا حتى نشوفو عاوتاني الا بنت لينا شي هميزه. انا كما قلت لكم كاينين في الحوايج، كاينين الصناد نتاع الصيف وكاينين في الماعن. بالنسبه للمواد الغذائيه وداكشي لا ما كاينش.
المهم حنايا غنكملوا الجوله ديالنا ونرجع. حنان مشينا، شنو دابا شبعتي ولا مازال؟ صافي صافي. شنو تقديتي يا حنان؟ صافي الحلوه لقيتها غاليه بزاف وبغيتهاش نشريها لك. المناظره المناظره لديك جايه نسيناها بصح. يلا يلا مشيو. ما بغاتش تشريها حيت كاينه وحده واحد المخبز حدايا. انا سميت هذيك، سميت هذيك اللي قلتوني، سميت هذيك المخبزه مناش كنتقداو لي حدا الدار. فاري فاري هذيك بصح عندها واحد الحلوه، عندها الحلوه زوينه. وفاش دوزت مع رمضان ونص ديال داكشي، فاش دوزت مع رمضان صافي نشريها بزاف. انت مشيتي تشريها بزاف. ايوا هنايا هنايا كاين زعما لي بخي طالعين، ولكن ما بنيناش بزاف بحال ديال باغي. ايوا صافي. شحال دوزت معاك رمضان؟ رمضان فاش شي مرات اللي كنت نمشي تقريبا تقريبا غير شي ثلاثه الخطرات ولا اربعه اللي كنت في السكي. شي ولا شي خمس ايام. المهم رمضان كامل غير شي خمس ايام لي داكشي. ثلاثه ولا اربعه، غير ثلاثه النهار ولا اربعه. ثلاثه زعما الا كثرنا راه تكون ديك خمس ايام صافي. داكشي الاخر كامل دوزاتو عندي. ايوا المهم هذا ما كان. غادي ناخذو محبوبات حنان ونمشيو بحالنا، ونتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم ويدخل سرور على قلبكم. وهذا غنشوف صافي. عطي نقولوا بالسلامه للمشاهدين باش نمشيو بحالنا حنان. قلت هذا يلاه تنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وشاركنا معكم غير هذه الخرجه هذه خفيفه. المهم غير ديال الزربه ماشي زعما. تنتمنى ان شاء الله تزيدوا تشجعوا اختي فاطمه الزهراء وتزيدوا معها شويه، توقفوا معها والله يوقف معكم. وبالسلامه عليكم. وتابعونا، اعطوا لنا واحد الكومونتير زوين 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 بحالكم. يلا يلا بالسلامه عليكم. راه تنقول لكم بلا بيكم ما كاين حتى شي حاجه. الا شجعتونا انتم تشجيع منكم، بلا تشجيع منكم كلشي منكم. انا تنقرر بها وتنقولها ونعاود كلشي منكم. وشكرا للمتتبعين ديالنا وشكرا. وزيدوا وقفوا مع اختي فاطمه الزهراء، ورا غادي نبقى نبان معاها ان شاء الله. والله يجعل ربي يوقف معاها ان شاء الله يا ربي، ويجي يسهل عليها ان شاء الله يا سيدي ربي داكشي اللي بغات في قلبها. وهذا الشيء اللي نقول لكم. السلام عليكم. ايوا هذه هي النهايه ديال النهايه. هذه هي النهايه ديال الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه يكون يعجبكم ينال الرضا معجبين ديالكم. هاي مازيغ نشجعناه، هاي ريفي نشجعناه، ماني قلاني ريفي نتشجعن تمازير تنسن، ماني قلانا مازيغنا تشجعن، ماني قلاني عربن. الحاصل حنا كلشي، حنا شلو، حنا عرب كلشي كاين منا. تحية لكم كاملين من طنجة حتى للبويرة والمغاربة ديال العام. مفاجآت بيني وبين فاطمة الزهراء إن شاء الله. وحدة ذكرى والله غيجيب المال والهنا إن شاء الله يا سيدي ربي. وهادشي اللي غنقول لكم. يلا بسلامة عليكم.